الناس. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ منورنا. انا متحمس وفرحان، ما تتكلمش خالص. احب ارحب بكم الاول، وعايز اقول ان النهارده بعد سنه من انشاء كلاب بتاع جرافيك ديزاين بالعربي اتجمعنا وحلمنا، والنهارده بنحقق حلمنا بعد سنه كامله من التواصل. فهمنا من السنين اللي فاتت ان العالم مش هيعيش ومش هيكمل الا بحاجتين: نقل الخبرة والعمل الجماعي. العالم كمل بسبب الحاجتين دول. الجرافيك ديزاين برضو قايم على الحاجتين دول. الناس اللي دلوقتي بتطلع شغل جامد جدا اتعلمت من ناس واشتغلت شغل جماعي مع ناس تانية، وده الفاكتور الوحيد اللي يضمن لنا ان احنا نفضل نتطور. ده حصل من سنة، ودعمكم ووجودكم معانا وصلنا ل 3000 جرافيك ديزاينر في جرافيك ديزاين كلاب بالعربي، وده اللي خلانا حلمنا في يوم من الايام ان احنا نتقابل وجها لوجه ونقف ونتكلم معاكم. وشكرا لكم جدا ان انتوا خليتوا الحلم ده يتحقق النهارده. الحقيقه اولا بننسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى، ثانيا بننسب الفضل ليكوا انتوا. انتوا اصحاب الفضل، انتوا اللي اديتونا دفعه وباور، وال24 يوم اللي فاتوا اثبتوا لي قد ايه انتم متمسكين بينا زي ما احنا متمسكين بيكم. الناس اللي بعت لنا فيديوهات والناس اللي كانت بتكلمنا في الرسائل، الناس دي اثرت فينا جدا، واحنا مبسوطين ان احنا قدرنا نعمل الفرق البسيط الصغير اللي حصل في الكوميونتي. الحقيقه في ناس تاني ليها فضل علينا، وهم السبيكرز اللي جايين يتكلموا معانا النهارده. والناس دي بمجرد ما كلمناهم وقلنا لهم احنا هنخاطب الجرافيك ديزاينر مفيش حد اتاخر، بل بالعكس في ناس ضحت، وفي ناس لغت سفر، وفي ناس قدمت لنا حاجات كنا مستحيل نتخيل ان هي تحصل. فانا عايز اسمع لهم تحيه كبيره جدا للسبيكرز اللي هيبقوا موجودين معانا.